أهو حنين للحياة القديمة أم محاولة للتأقلم مع طرف صناعي سيرافقه في حياته الجديدة؟ محمد يشتاق لأن يعود لممارسة ألعابه القديمة كأي طفل، إلا أنه بخلاف أقرانه أصبح يفكر بالخطوة قبل القيام بها خوفا من التعثر، كما أنه بات يدرك أيضا أن ساقه لن ترافقه في مراحل نمو جسده وأن نموه سيكون ناقصا. لم يعد كغيره من الأطفال منذ إصابته بإحدى القذائف التي تمطر بها الميليشيا مدينة تعز، فأفقدته قدمه وساقه التي بترت من فوق الركبة. محمد وغيره الكثيرون الذين بفقدهم لأطرافهم فقدوا وظيفة حياتية وباتوا على موعد مع معاناة لا تنتهي. آلاف الجرحى أحيلوا إلى معاقين، فالمدنيون في تعز وغيرها من المدن نجوا من القذائف أجبرتهم حرب الميليشيا على دفع ثمن هزائمها عن طريق ما تخلفه من ألغام تكمل عنها مهمة توزيع الموت. إلا أنه كما هي تعز وأهلها دوما لا تسلك غير المقاومة طريقا، فهنا في مركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي يمكن أن تقرأ الأمل والثقة في عيني الكثيرين من الجرحى، وهم يتطلعون لغد مدركين أن الكثير من العقبات سيضطرون لمواجهتها فيه.